بيقولوا اللي بيضحك الناس وبيضحك كتير من جواه بيبقى تعبان وفي دموع كاتمها. عادل الفار كده؟ مهما كنت يعني مهما كنت تعبان، مهما كنت متضايق، مهما كنت وياما حاجات كتير بتحصل لي. يعني انا مثلا مره روحت فرح الساعه 11، معادي الساعه 11، روحت الساعه 11 لقيت صاحب الفرح واقف قدام القاعه وشافني قال لي انت لسه جاي يا عم؟ بقى انتوا هتقرفونا، انت عامل لي فيها فنان وجاي لي متاخر. قلت له يا عم انا مش متاخر، انا معادي الساعه 11 وجاي الساعه 11. قال لي يا عم بقى. قلت له بقول لك ايه، لو غلطت فيا همشي. قال لي امشي في داهيه. وهو بيقول لي امشي في داهيه كانت الفرقه جريت على المسرح بيقدموني مع الفنان عادل الفار. بقيت مش عارف، محتار امشي ولا اطلع. رحت طالع على المسرح عملت النمره، الناس كلها ما تدركش، شوف الموقف اللي انا فيه. دخلت نفس الراجل اللي كان بيزعل اعتري فيه نمرتين قبل مني ما جوش، افتكرنا انا اللي ما جيتش يعني. وطلعت ضحكت الناس. طلعت بقى عملت نمره حلو قوي، انا فاكرها لحد دلوقتي بصراحه. يعني قلت اعلانات، وقلت ده الكلام ده كمان في بداياتي، كمان يعني كنت بعمل اعلانات في بداياتي.